إذا كان الرجل وقبيلته كفاراً، فهل يجوز أن ينتسب لغير أبيه ولغير قبيلته؟ ما يجوز يا أخي، ما يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه ولو كان كافراً، ولا إلى غير قبيلته وإن كانت كافرة ينتسب إليها، هذا نسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ليس أبو إبراهيم كافر وإبراهيم الخليل عليه السلام رسول الله ما تبرع منه، قال من تبو أبوي؟ يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يكرر عليه يا أبتي. وفرعون ونوح عليه السلام ما تبرأ من ابنه، يا بني اركب معنا، مع أنه مع الكافرين. فما الكفر ما يفرق بين ما الكفر ما يبطل النسب، الكفر لا يبطل النسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المرأة التي استؤصل رحمها؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، مع أن أباه كافر وأمه كافرة، ما انتسب، ما قال أنا من ابن عبد الله، ما قال أنا من ابن الله وهو كافر. نعم.